لا توجد أجواء حوار إيجابية في البحرين، ما هو خارج طاولة الحوار في ممارسات قمع وتنكيل ومصادرة ومحاولة يعني إن صح التعبير تسميم الأجواء. لا يريد فعلا حوار جادا ليخلق أرضية صالحة للحوار، وأهم هذه الأرضية هو ما يدور خارج طاولة هذا الحوار. هناك ممارسات إعلامية، هناك محاكمات، هناك اعتقالات، هناك تهم، هناك عقاب جماعي. كل هذه الأمور لا شك لا تخدم أجواء الحوار بشكل عام.